شكرا لجمعية بلا حدود، شكرا سيد الرئيس. بطبيعة الحال أنا سأتحدث عن منتجي الأضحية، لأن باش تلقى أضحية دير بها الشعيرة ديالك، وباش تلقى واحد اللحم فوق المائدة ديالك، أراه وراء تلك الأضحية وراء ذلك اللحم مجهود إنسان، اللي هو الفلاح أو اللي هو الكساب. ولكن هي مناسبة أيضا باش نعرض واحد المجموعة ديال المعيقات، واحد المجموعة ديال المشاكل اللي كيتعرض لها الكساب باش يوجد لك هذاك المنتوج في طبق. كما كتعرفوا، أولا الآن كاين واحد المجموعة ديال المستجدات، لان اولا بغيت نقول بان اقليم افران الناس محظوظين، لان كلهم تيستهلكوا سلاله تمحضيت، وانا اعني بسلاله تمحضيت سلاله متواجده على مستوى المناطق الجبليه في سبعه الاقاليم. يعني ان الناس اللي هما تيستهلكوا هذه السلاله، ماشي باقي السلالات، يعني انها سلاله طبيعيه اغلبها تتغذى في المراعي الشاسعه، وتيجي من المراعي اللي فيها واحد المجموعه ديال الاعشاب طبيه وعطريه، وتيجي من المراعي الغابويه. يعني ان هذه المناطق محظوظه انها تتعيد بهذا النوع ديال السلاله. وبطبيعه الحال ان الغرفه الفلاحيه هذه السنه قامت بواحد المجهود كبير يتجلى في ثلاثه امور. الامر الاول هو ان نادت يعني في وقت مبكر باش توفر الاعلاف المدعمه للكساب. وحين اقول الاعلاف المدعمه، لأن كل ما كان هناك علف مدعم للكساب كل ما نقصت التكلفة، هذه التكلفة اللي كتنعكس على ثمن الأضحية. هذه المسألة خاصة تأخذها بعين الاعتبار. مسألة ثانية هو أننا كان لنا ترافع طيلة السنة بمرض الحمى القلاعية اللي صابت القطيع على المستوى الوطني، وبالفعل أن بواحد المجموعة المجهودات أن تم التلقيح ديال القطيع، لأن الآن لا خوف على المستهلك. هذا يعني واحد الخطاب ديال الطمأنة اللي هو قدموه لنا الناس ديال الونصاب بالنسبه للغرفه الفلاحيه. مساله اخرى اللي انسيستينا عليها من السنه الماضيه وتفعلت في السنه الماضيه وتفعل ايضا في هذه السنه، هو انه يتم ترقيم الاضاحي. وهذاك الترقيم ديال الاضاحي خصكم تاخذوه بعين الاعتبار، لاني ليش شديتي هذاك الرقم دابا اللي في الاذن ديال الكبش ودخلتي هذاك لو نيميرو ديال في الاورديناتور، راه تيعطيك الاسم ديال المنتج، وتيعطيك اسم الجماعه، وتعطيك حتى المكان ديال الاسطبل.